السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث قسم الإلكترونيات بالمدارس الصناعية. أهلا بكم في حلقة جديدة من برامج التعليم الفني على قناتكم المميزة قناة مصر للتعليم الفني. إن شاء الله النهاردة هنتكلم مع بعض في مادة الاتصالات الإلكترونية، وهنتكلم على طرق التعديل للإشارات التماثلية. طبعا في الحلقات اللي فاتت كنا اتكلمنا على الاتصالات اللاسلكية بشكل عام، وعرفنا ان احنا لما نيجي نرسل اي معلومات لاسلكيا لازم ان احنا بنحولها الى اشارات كهربيه الاول بتعبر عن تلك المعلومات، سواء كانت بقى المعلومات عباره عن صوت او صوره او غيرها، بنحولها الى اشارات كهربيه، وبعد كده بنحولها الى موجات لاسلكيه عن طريق هوائيات الارسال علشان نقدر نرسلها الى مسافات بعيده طبعا من خلال الغلاف الجوي. ولكن طبعا اشاره المعلومات ترددها بيكون منخفض زي الإشارة الصوتية، فأنا لما أجي أحول الإشارة الصوتية أو الصوت يعني أحوله إلى إشارة كهربية عن طريق الميكروفون، بيحوله إلى إشارة كهربية ترددها منخفض، فلو جيت أرسلها وهي بنفس التردد بتاعها ده فمش هتوصل لمسافة بعيدة. علشان بقى أقدر أرسل إشارة المعلومات اللي هي زي الإشارة الصوتية دي اللي ترددها منخفض إلى مسافات بعيدة، يبقى لازم إن أنا أعمل لها عملية تعديل. وعملية التعديل دي يعني معناها إيه؟ معناها إن إحنا بنحمل إشارة المعلومات ذات التردد المنخفض اللي هي زي الإشارة الصوتية، أحملها على موجات حاملة ذات تردد عالي ولا تحتوي على معلومات، فبنحصل كده على إشارة إيه؟ معدلة، والإشارة دي ترددها بيكون عالي لأن طبعا الموجة الحاملة اللي إحنا استخدمناها ترددها كان إيه؟ عالي. في الحالة دي الإشارة اللي أنا حصلت عليها بنسميها إشارة معدلة، بقدر أرسلها بعد كده إلى مسافات بعيدة. وناخد بالنا ان طرق التعديل مختلفة، في عندي طريقة اسمها تعديل اتساعي، وفي طريقة اسمها تعديل ترددي، وفي طريقة اسمها تعديل التور او تعديل زاوية الوجه، وهنتكلم عنهم بالتفصيل ان شاء الله. يبقى معنى كده لما اجي اعرف عملية التعديل بصفة عامة بقول ايه؟ عملية التعديل هي العملية التي يمكن عن طريقها بس وارسال اشارة المعلومات ذات التردد المنخفض الى مسافات بعيدة عن طريق تحملها على موجات حاملة ذات ترددات عالية ولا تحتوي على معلومات، يعني الموجة الحاملة ما فيهاش معلومات ولكن ترددها بيكون عالي. وده بغرض ايه؟ ان انا اقدر ارسلها الى مسافات بعيدة. وبعد كده طبعا بيتم بثها من خلال هوائيات الارسال على شكل موجات كهرومغناطيسية. الموجات دي بتنتشر في الاسير في الغلاف الجوي بسرعة الضوء اللي هي 3 × 10^8 متر على الثانية. وعند استقبالها من خلال بقى هوائيات الاستقبال بيتم طبعا تحويلها مرة أخرى من موجات لاسلكية إلى إشارات كهربية لها نفس التردد. وفي جهاز الاستقبال طبعا بيبقى فيه دايرة بقى اسمها دايرة الكاشف، الدايرة دي تفصل إشارة المعلومات اللي هي الإشارة اللي احنا عايزينها اللي هي كان ترددها منخفض، تفصلها عن الموجة الحاملة، لأن الموجة الحاملة خلاص أدت الغرض منها، أدت وظيفتها إن هي شالت إشارة المعلومات ووصلت بيها للمسافة البعيدة اللي أنا عايز أرسل لها المعلومات. بعد كده طبعا بيتم فصل إشارة المعلومات عن الموجة الحاملة. تعالوا كده نبص على الشاشة ونعرف مع بعض يعني إيه عملية التعديل بصفة عامة. يبقى التعديل هو العملية التي يمكن عن طريقها بس وإرسال إشارة المعلومات ذات الترددات المنخفضة إلى مسافات بعيدة عن طريق تحملها على موجة حاملة ذات تردد عالي وترددها ثابت واتساعها ثابت ولا تحتوي على معلومات، يبقى المعلومات موجودة في الموجة المحمولة لكن الموجة الحاملة لا تحتوي على معلومات. زي ما احنا شايفين كده الشكل اللي قدامي ده بيوضح لي هنا المعدل اللي هو دايرة التعديل، وليها دخلين طبعا، الدخل الأول على اليسار هو إشارة المعلومات اللي هي زي الإشارة الصوتية. طيب والدخل الثاني الموجة الحاملة اللي هي الكارير ويف، والموجة الحاملة زي ما قلنا موجة بيكون ترددها عالي ولا تحتوي على معلومات. الإشارة الناتجة من دايرة المعدل هنسميها إشارة معدلة، وطبعا زي ما قلت في طرق مختلفة للتعديل وهنعرفهم مع بعض دلوقتي إن شاء الله. طيب بعد كده بيتم بث الموجة المعدلة يعني بيتم إرسالها من خلال هواء الإرسال فتتحول إلى موجات كهرومغناطيسية تنتشر في الفراغ إلى مسافات بعيدة بسرعة الضوء
اللي هي 3 في 10 أس 8 متر على الثانية، حيث يستقبلها هوائي جهاز الاستقبال ويقوم بتحويلها إلى إشارة كهربية لها نفس تردد الموجة المرسلة. يبقى معنى كده عملية التعديل الغرض منها إيه؟ إن أنا أقدر أرسل إشارة المعلومات ذات الترددات المنخفضة، أرسلها إلى مسافات بعيدة عن طريق طبعا تحميلها على موجات حاملة ذات ترددات عالية. طرق التعديل للإشارات التماثلية، في عندي 3 طرق. الطريقة الأولى اسمها تعديل الاتساع AM، والطريقة التانية اسمها تعديل التردد FM، والطريقة التالتة اسمها تعديل زاوية الوجه أو تعديل الطور BM. هنتكلم عنهم بالتفصيل. عندي طبعا في سؤال بيقول لي ما هي العوامل التي تتوقف عليها مقدرة هواء الإرسال على إشعاع الموجات اللاسلكية في الفراغ؟ العوامل التي تتوقف عليها مقدرة هواء الإرسال على إشعاع الموجات اللاسلكية في الفراغ، يعني الهوائي اللي أنا هستخدمه علشان يرسل الموجات اللاسلكية، إيه العوامل اللي تأثر في الكفاءة بتاعته عشان يقدر يرسل لي الموجات إلى مسافات بعيدة؟ أول حاجة طبعا تردد الإشارة المارة في الهواء، وإحنا عارفين إن كلما زاد التردد طبعا الإشارة توصل لمسافة أبعد. طيب والعامل الثاني نسبة طول الهوائي إلى طول الموجة المرسلة، يعني النسبة بين طول الهوائي وطول الموجة، بحيث يجب أن يكون طول الهوائي متقارب مع طول الموجة اللي بيتم إرسالها. يعني إيه؟ إحنا عارفين طبعا إن كل موجة ويكون ليها تردد وليها طول موجي. فمثلا على سبيل المثال لو أنا هرسل موجة طولها الموجي 10 متر، يبقى المفروض الهوائي المستخدم طوله يبقى كام؟ طبعا في هوائيات ممكن طولها يساوي طول الموجة، يعني طول الهوائي يساوي 10 متر زي طول الموجة. في هوائيات اسمها هوائيات نصف الموجة، يبقى طول الهوائي يساوي ايه؟ نصف طول الموجة. لو الموجة زي ما قلنا طولها 10 متر يبقى انا ممكن استخدم هوائي طوله كام؟ 5 متر. في هوائيات اسمها هوائيات ربع الموجة، يعني طول الهوائي يساوي ربع طول الموجة اللي يتم ارسالها. طيب لو الموجة اللي انا هرسلها طولها الموجة 10 متر يبقى معنى كده الهوائي اللي انا استخدمه طوله يبقى كام؟ 2.5 متر، لان زي ما قلت يساوي ايه؟ ربع طول الموجه. يبقى العامل ده طبعا مهم وبيأثر على كفاءه الهوائي. طيب يبقى تاني العوامل اللي بتأثر على قدره هوائي الارسال على اشعاع الموجات اللاسلكيه في الفراغ، اول حاجه تردد الاشاره المره في الهواء، وكلما زاد التردد طبعا الاشاره توصل لمسافه ابعد. والعامل التاني النسبه بين طول الهوائي وطول الموجه المرسله، وزي ما قلت يجب ان يكون طول الهوائي متقارب مع طول الموجه. وعلى فكره علشان العاملين دول احنا بنستخدم طرق التعديل، لان انا لما بعدل الاشاره زي ما قلت وبحملها على موجه حامله ترددها عالي، فبالتالي الاشاره اللي انا هوصلها للهوائي ترددها هيبقى عالي، لان استخدمت موجه حامله ترددها عالي، فبالتالي الهوائي هنا قدرته على إشعاع الموجات هتبقى أعلى والموجات هتوصل لمسافة أبعد. والعامل التاني أنا لما بستخدم برضو طريقة التعديل، فالإشارة اللي أنا برسلها ترددها هيبقى عالي، فطولها الموجة هيبقى إيه؟ صغير، لأن علاقة عكسية بين التردد وطول الموجة. وفي الحالة دي طالما الإشارة اللي أنا هرسلها ترددها عالي وطولها الموجي صغير، يبقى هقدر أستخدم هوائيات طولها قصير، مش هستخدم هوائيات كبيرة، علشان طبعا زي ما قلت الطول الموجي هنا للإشارة هيكون ايه؟ قصير. تعالوا نرجع تاني نبص كده على العوامل اللي احنا قلنا عليها. اول عامل تردد الإشارة المارة في هوائي الإرسال، وتاني عامل نسبة طول الهوائي الى طول الموجة المنتشرة، بحيث يكون طول الهوائي متقاربا مع طول الموجة. في مثال مسألة يعني على الجزئية دي ومهمة تتكرر في الامتحانات، بيقول لي إذا فرضنا أن طول الهوائي يساوي نصف طول الموجة وكان تردد الموجة المرسلة يساوي 30 ميجا هرتز، فما هو طول الهوائي اللازم لإشعاع هذه الإشارة؟ يعني إيه الكلام دوت؟ هو بيقول لي هنا إيه؟ بيقول لي أنا لو عندي موجة لاسلكية والموجة دي ترددها 30 ميجا هرتز وأنا عايز أرسلها لاسلكيا، طيب طول الهوائي بقى المناسب هنا هيبقى طوله كام متر اذا كان طول الهوائي يساوي نصف طول الموجه؟ طب ما هو في الحاله ديت يبقى لازم اجيب طول الموجه الاول.
هو اللي مدهوني في المسألة في المعطيات مديني تردد الموجة اللي هو 30 ميجا هرتز. طيب ما تيجي بقى نعوض كده ونشوف الكلام دوت، تعالوا نحلها مع بعض. لو قلنا لامدا اللي هي طول الموجة بتساوي سي على اف، لامدا تساوي سي على اف. طيب السي اللي هي بتساوي كام؟ 3 في 10 اس 8. احنا عارفين طبعا ان سرعه انتشار الموجه اللي هي السي ثابته ما بتتغيرش. طيب والاف هنا اللي هو التردد، التردد هنا هو مدهوني بكام؟ 30 ميجا هرتز. يبقى انا هروح قايل كده ايه؟ 30 وميجا يبقى اقول فيه 10 اس 6، عشان احنا عارفين ان الميجا يعني 10 اس 6. طيب لو جينا اختصرنا هنلاقي هنا ادي عندي ادي صفر وادي 6 اصفار يبقوا 7، يروحوا مع 7 اصفار من اللي فوق يتفضل عندي 10. 3 في 10 بكام؟ ب 30. يبقى ديت هتطلع 30 على ال 3 اهو، يبقى دي تساوي 30 وتحت 3. طيب لو جينا قسمنا 30 على الثلاثة هتساوي كام؟ فيها العشرة. عشرة ايه؟ 10 متر. 10 متر. يبقى أنا كده جبت لامدا اللي هي طول ايه؟ طول الموجة. طيب طول الهوائي بقى اللي أنا هستخدمه، هو في المسألة كان بيقول لي ايه؟ إذا فرضنا أن طول الهوائي يساوي نصف طول الموجة. طيب ما في الحالة ديت هقول له طول الهوائي أهو، طول الهوائي يساوي نصف طول الموجة يعني لامدا على 2. لامدا على 2 يعني ايه؟ لامدا اللي احنا جبناها اللي هي كام؟ 10 متر، نقسمها على 2 يبقى تساوي 5 متر. يبقى انا كده في الحالة ديت هستخدم هوائي طوله يساوي كام؟ 5 متر. فهمنا المسألة؟ طبعا مسألة بسيطة وبتتكرر في الامتحانات. لو قال لي هنا في المسألة ان طول الهوائي يساوي ربع طول الموجة، يبقى انا في الحالة دي بدل ما كنت بقسم على 2، يعني بدل ما هقول لامدا على 2، لا هتبقى لامدا على 4. طبعا المسألة دي مهمة وبتتكرر في الامتحانات. طيب نرجع تاني نبص كده على الشاشة. زي ما قلنا بقى من طرق تعديل الاتساع، اول طريقة اسمها تعديل الاتساع اللي هو AM، يعني طرق التعديل زي ما قلنا تعديل اتساع وتعديل تردد وتعديل زاوية الوجه. الطريقة الاولى اللي هي تعديل الاتساع معناها ايه؟ معناها انه بيتم تغيير اتساع الموجة الحاملة ذات التردد العالي حسب اتساع الموجة المحمولة ذات التردد المنخفض، بينما يبقى تردد الموجة الحاملة ثابت. طيب معناها ايه؟ زي ما احنا بنقول في التعديل الاتساعي، يعني انا بحمل اشارة المعلومات اللي هي ذات التردد المنخفض على الموجة الايه؟ الحاملة اللي ترددها عالي. فاللي بيحصل ان اتساع الموجة الحاملة بيتغير حسب اتساع الموجة المحمولة ذات التردد المنخفض. يبقى تاني بنقول تعديل اتساعي معناه ايه؟ معناه تغيير اتساع الموجة الحاملة ذات التردد العالي حسب التغير اللحظي لاتساع الموجة المحمولة اللي هي اشارة المعلومات ذات التردد المنخفض، ويبقى تردد الموجة الحاملة ثابت. يبقى انا قدرت ان انا اعدل او اغير في اتساع الموجة الحاملة لكن التردد هيفضل ثابت، علشان كده بنسميه تعديل ايه؟ تعديل اتساع. يعني معنى كده ان المعلومات هنا هتكون موجودة في الاتساع لكن تردد الموجة هيفضل ثابت. طيب تعالوا نرجع تاني نبص كده على الشاشة هنشوف شكل الإشارات الداخلة
واشاره الخارج لدايره التعديل الاتساعي. انا عندي هنا طبعا ده معدل اتساعي ليه دخلين. الدخل الاول على اليسار اللي هي اشاره المعلومات اللي هي ذات التردد المنخفض زي ما احنا شايفين، ممكن تكون عباره عن اشاره صوتيه ترددها منخفض. الموجه الحامله طبعا زي ما احنا شايفين ترددها عالي، يعني عدد الذبذبات زي ما احنا شايفين كتير اهو. طيب دايره التعديل بقى هتعمل ايه؟ بتقوم بتغيير اتساع الموجه الحامله ذات التردد العالي حسب اتساع الموجه الصوتيه. فنلاحظ ايه؟ ان الاشاره الناتجه زي ما احنا شايفين ترددها عالي، يعني عدد الذبذبات كتير، ولكن الاتساع بتاعها ما بقاش ثابت، لا الاتساع هنا ايه؟ بيزيد زي ما احنا شايفين كده، وبعدين يرجع ايه؟ يقل، ويزيد ويقل. طب بيزيد ويقل يعني بيتغير على حسب ايه؟ على حسب اتساع الموجه المحموله. طيب يعني احنا لو بصينا كده هنلاقي عند النص الموجب من اشاره المعلومات اللي هي اشاره الداخل، هنلاقي هنا الاتساع بيحصل له ايه؟ بيزيد. طب وعند النصف السالب نلاقي الاتساع بيقل. عند النص الموجب الاتساع يرجع يزيد تاني. يبقى كده قدرنا ان احنا نغير في اتساع الموجه الحامله ولكن ترددها يفضل ثابت. لو لاحظنا كده هنلاقي هنا غلاف الموجه المعدله اهو، يعني الجزء اللي فوق دوت كده هو بالظبط مين؟ هو اشاره المعلومات اللي هي الموجه المحموله. زي ما قلت كده زي الاشاره الصوتيه مثلا. طبعا كده الاشاره هنا بقى ترددها عالي، ففي الحاله ديت هقدر ارسلها الى مسافات بعيده. الشكل دوت بيوضح لي هنا ادي جهاز ارسال، وممكن تكون اشاره المعلومات اللي انا عايز ارسلها اشاره صوتيه زي الارسال الاذاعي. فيبقى في هنا عندي ميكروفون، الميكروفون دوت بيقوم بتحويل طبعا الاهتزازات الصوتيه الى اشاره كهربيه متغيره بتعبر طبعا عن شده الصوت وترددها بيكون منخفض. بندخلها بقى على دايره التعديل اللي هو الموديليتور. طب دايره التعديل ديت، وهنا طبعا احنا بنقول تعديل ايه؟ اتساعي. دايره التعديل دي بتقوم بتعديل اتساع الموجه الحامله اللي هي الشكل بتاعها تحت اهوت، بتعدل اتساعها على حسب اتساع الموجه الصوتيه. فبالتالي الاشاره اللي هتنتج منها هتبقى موجه ايه؟ معدله زي ما احنا شايفين كده في الشكل الموجي اللي هو اللي على اليمين. هنلاقي طبعا الموجه الحامله ترددها عالي زي ما احنا شايفين اللي هي اللي في النص، ولكن طبعا الاتساع بتاعها ها بيزيد وبعدين يرجع يقل، فبيتغير على حسب الاشاره الصوتيه. طيب الموجه المعدله ديت علشان اقدر ارسلها برضو الى مسافات بعيده، فبندخلها الى دايره ايه؟ مكبر الامبليفاير. والمكبر ده بيقوم بتكبير قدره الموجه المعدله بالقدر اللازم لعمليه الارسال علشان يوصلها لهواء الارسال، والهوائي بعد كده بيحولها الى موجات لاسلكيه تنتشر في الفراغ الى مسافات بعيده. الموجات دي طبعا بتنتشر زي ما قلنا في الجو وتوصل لمسافات بعيده. لما يقابلها هواء الاستقبال اللي هو خاص بجهاز الاستقبال زي مثلا جهاز الاستقبال الاذاعي الراديو، فالهواء هنا بيعمل ايه؟ بيلتقط الموجات اللاسلكيه ويحولها الى اشارات كهربيه متغيره لها نفس التردد، وبعد كده بيوصلها بقى لدايره اسمها دايره ايه؟ الكاشف. دي موديليتور يعني دايره ايه؟ كاشف. طبعا بيبقى في مكبرات طبعا بتسبق مرحله الكاشف، بس احنا هنا يعني الرسم دوت رسم مبسط عشان يعرفنا ايه اللي بيتم في عمليه الارسال اللي هي عمليه التعديل يعني، وفي الاستقبال بيتم عمليه الكشف. وعمليه الكشف هنا بتبقى عكس التعديل، يعني هنا بيتم فصل الموجه الصوتيه او اشاره المعلومات ذات التردد المنخفض عن الموجه الحامله. واشاره المعلومات بقى اللي حصلنا عليها بتوصل لمكبر، وبعد كده بيوديها بقى للخارج عن طريق مين؟ سماعه، على سبيل ان المثال اللي احنا اتكلمنا عنه ان دوت ارسال واستقبال اذاعي. فالسماعه بتحول بقى الاشاره الكهربيه ديت الى ايه؟ الى صوت مسموع. يبقى معنى كده ان احنا بنستخدم عمليه التعديل علشان اقدر ارسل اشاره المعلومات الى مسافات بعيده. الشكل الموجي لتعديل الاتساع طبعا زي ما احنا شايفين قدامنا كده، عندي اول موجه فوق دي عباره عن ايه؟ اشاره المعلومات ها ذات التردد المنخفض اللي هي الموجه المحموله، الموجه الصوتيه اللي احنا قلنا عليها في المثال. طيب
زي ما احنا شايفين الموجة دي ترددها بيكون ايه؟ منخفض، يعني عدد الذبذبات قليل. طيب الموجة الحاملة زي ما احنا شايفين برضو عدد الذبذبات كتير، يعني معنى كده ان التردد بتاعها ايه؟ عالي، واتساعها ثابت ولا تحتوي على معلومات. طيب دايرة التعديل بقى بتعمل ايه؟ بتقوم بتغيير اتساع الموجة الحاملة ذات التردد العالي حسب اتساع الموجة الصوتية او المحمولة ذات التردد المنخفض. نيجي بقى نبص تحتها كده، ننزل تحت كده الموجة المعدلة بقى شكلها ايه؟ ناخد بالنا الموجة الحاملة هنا في النص اهي، في الجزء الاولاني ما حصلش تعديل. ليه؟ علشان فوق ما كانش فيه اشارة صوتية، ما كانش فيه اشارة معلومات، يعني هنا الجزء ده ها ما فيش معلومات، هنا ما فيش اشارة، فبالتالي الاشارة اللي دخلت كانت موجة حاملة بس في الجزء ده. علشان كده الموجة الحاملة لما تدخل دايرة التعديل هتخرج موجة حاملة زي ما هي. لكن بقى نبص بقى في الجزء اللي بعديها هنلاقي الموجة المحمولة او اشارة المعلومات بدأت توصل، فهنا طبعا الجهد بتاعها بيزيد، ادي النص الموجب، فنلاقي تحتها على طول ايه اللي بيحصل؟ الاتساع بتاع الموجة الحاملة بيزيد. ليه؟ لان الاتساع هنا هيساوي الاي ام زائد الاي سي، يعني اتساع الموجة المحمولة زائد اتساع الموجة الحاملة، فنلاقي الاتساع هنا ايه؟ بيزيد. طيب نيجي بقى عند النص السالب من اشارة المعلومات، فهنلاقي ننزل تحتها كده فنلاقي ايه؟ نلاقي هنا اتساع الموجة المعدلة بيبدأ ايه؟ يقل. ليه؟ لان اللي بيحصل برضو ان هيتم طرح اشارة المعلومات او جهدها اللي هو الاي ام، هنطرحه منين؟ من جهد الموجة الحاملة، يبقى الاتساع هنا هيبقى اي سي ناقص اي ام. بعد كده طبعا الاشارة بتتكرر تاني، هيبقى النص الموجب هيرجع برضو الاتساع ايه؟ يزيد. وناخد بالنا لما نيجي نرسم الموجات دي مهمة جدا طبعا، نرسم الثلاث موجات تحت بعض كده بنفس الشكل ويبقى بنفس المقاسات اللي احنا هنستخدمها، يعني محدش يرسم اشارة المعلومات تبقى صغيرة خالص كده، عامل موجة صغيرة هنا وبعدين الموجة المعدلة عاملها كبيرة بطول الصفحة، ما كده يبقى انت ما رسمتهاش صح، لان زي ما قلنا احنا هنا بنرسم الثلاث موجات تحت بعض بحيث ان احنا نقول عند النص الموجب الاتساع تحت يحصل له ايه؟ يزيد، عند النص السالب الاتساع هنا ايه؟ يقل. فنرسم الثلاث موجات كده زي ما احنا شايفين بنفس الشكل، ويمكن في تجربة طبعا في المعمل عندكم على كيفية تكوين التعديل الاتساعي، وبنرسم شكل الموجات ده فنتدرب عليها ونرسمها كويس. دايرة توليد الموجة المعدلة اتساعيا بالنظام دي اس بي. دايرة التعديل زي ما احنا شايفين هي عبارة عن ايه؟ دائرات ضرب مالتبلاير، والدائرة ديت بنقول هي دائرة ايه؟ غير خطية، لها داخلين زي ما احنا شايفين. الداخل الاول لاشارة المعلومات اللي احنا هنا هنمثلها بالرمز اف ام، يعني التردد بتاعها هنسميه اف ام، ورمز حرف الام ده يعني الموجة المحمولة او اشارة المعلومات. طيب تحت بقى الموجة الحاملة هنوصلها عن طريق اوسيليتور اللي هو مذبذب، هيولد موجة حاملة، والموجة الحاملة هنا اللي هي ترددها عالي هنرمز لها بالرمز اف سي، اف يعني التردد، وسي هنا هيرمز للموجة الحاملة اللي هي الكارير ويف. يبقى كده الموجة الحاملة رمزها اف سي، الموجة المحمولة اللي هي اشارة المعلومات رمزها اف ام. طيب هيخرج لي من دايرة التعديل زي ما احنا شايفين اشارتين، واحدة منهم ترددها اف سي زائد اف ام، واشارة تانية ترددها اف سي ناقص اف ام، والاشارتين دول معدلين اتساعيا. واحدة منهم هنسميها المركبة الجانبية العليا، والتانية هنسميها المركبة الجانبية السفلى. طيب ونلاحظ ايه كمان؟ ان خارج لي برضو مين؟ الموجة الحاملة، يعني الإشارة الحاملة اللي هي كانت خارجة من المذبذب هتوصل برضو للخارج، يبقى معنى كده هيبقى عندي في الخارج هنا كم إشارة؟ ثلاث إشارات أو ثلاث مركبات. مين هم؟ اف سي يعني موجة حاملة، وموجة حاملة يعني لا تحتوي على معلومات. طيب وعندي إشارة تانية ترددها اف سي زائد اف ام، يعني ترددها يساوي تردد الموجة الحاملة زائد تردد الموجة المحمولة.
وديت إشارة معدلة اتساعيا، يعني بتحتوي على المعلومات. وإشارة تالتة ترددها اف سي ناقص اف ام، ودي بنسميها المركبة الجانبية السفلى، وهي موجة معدلة اتساعيا، يعني برضو بتحتوي على نفس المعلومات. طيب يعني معنى كده بقى ان الموجة المعدلة اتساعيا بتتكون من ثلاثة مركبات. طيب ايه هما الثلاث مركبات دول؟ اول حاجة زي ما قلنا موجة حاملة، والموجة الحاملة اللي هي ترددها اف سي لا تحتوي على معلومات. طيب المركبة الثانية او الاشارة الثانية اللي خارجة من دايرة التعديل بنسميها المركبة الجانبية العليا، ودي ترددها اف سي زائد اف ام، يعني معناها ايه؟ خليكم معايا كده علشان تفهموا النقطة دي. معناها ان لو انا عندي الموجة الحاملة ترددها 100 كيلو هرتز، واشارة المعلومات او الموجة المحمولة ترددها 5 كيلو هرتز، يبقى معنى كده هيخرج لي من دايرة التعديل، هيخرج لي هنا ايه؟ موجة حاملة لوحدها ترددها 100 كيلو هرتز وهي لا تحتوي على معلومات، وهيخرج لي إشارة تانية ترددها زي ما قلنا اف سي زائد اف ام، يعني 100 زائد الخمسة، يعني ترددها كام؟ 105 كيلو هرتز، وهي موجة معدلة اتساعيا وتحتوي على المعلومات. طيب هيخرج لي إشارة تالتة كمان اللي هي مين بقى؟ المركبة الجانبية السفلى، ودي ترددها اف سي ناقص اف ام، يعني معناها ايه؟ 100 اللي هي 100 كيلو هرتز ناقص الخمسة هتطلع كام؟ 95 كيلو هرتز. طيب الموجة دي برضو موجة معدلة اتساعيا وبتحتوي على نفس المعلومات، وبنسميها هنا بقى ايه؟ المركبة الجانبية السفلى. يبقى كده عندي ثلاث اشارات خرجوا من دايرة التعديل، موجة حاملة، مركبة جانبية عليا، مركبة جانبية سفلى. هل بقى احنا عايزين ده كله ولا عايزين اشارة واحدة؟ لو انا ارسلت الثلاث اشارات اللي خرجوا من دايرة التعديل دول مرة واحدة، يعني وصلتهم كده لهواء الارسال وهيرسلهم، طبعا هيبقى النظام بسيط ومش معقد ولا حاجة، ولكن عيوب كتير. اولا هيكون عندي قدرة مفقودة كبيرة. ليه؟ قدرة كهربية مفقودة، لان انا برسل موجة حاملة، واحنا اتفقنا ان ثلاث اشارات منهم موجة حاملة، والموجة الحاملة هنا بتتركز فيها معظم طاقة الارسال، تتركز فيها معظم طاقة الإرسال، يعني الموجة الحاملة خارجة من دايرة التعديل قوية، والمركبات الجانبية ضعيفة أقل منها. فأنا لما أرسل الموجة الحاملة هنا معاهم هل استفدت منها في حاجة؟ لا، ده أنا برسل إشارة فاضية، يعني موجة ما فيهاش معلومات، يبقى في طاقة كهربية كده مفقودة برسلها على الفاضي. العيب التاني بقى إن عرض النطاق الترددي هنا هيبقى واسع أو كبير. ليه؟ لأن المحطة الواحدة اللي أنا برسلها مثلا زي المحطات الإذاعية هيبقى عندي موجة حاملة، مركبة جانبية سفلى، ومركبة جانبية عليا، يبقى معنى كده النطاق الترددي للمحطة الإذاعية الواحدة هنا اللي أنا برسلها هيبقى كبير ولا صغير؟ لا، ده هيبقى كبير، وبالتالي كل عدد المحطات اللي هقدر أرسلها في الإيه؟ النطاق الترددي المحدد. طالما المحطة الواحدة النطاق الترددي بتاعها كبير، يبقى معنى كده هقدر ارسل كام محطة ورا بعض؟ هيبقى عدد قليل. علشان كده بالنسبة للعيوب دي بنقدر ان احنا نتغلب عليها بقى باستخدام طرق ارسال تانية مختلفة. في طريقة طبعا هتخلص من الموجة الحاملة لان ما فيهاش معلومات ومش هرسلها، وفي طريقة تانية اللي هي تعتبر افضل بقى من الطرق دي كلها، ان انا ارسل نطاق واحد بس، يا اما ارسل النطاق الجانبي العلوي او ارسل النطاق الجانبي السفلي. مش احنا زي ما اتفقنا ان النطاق الجانبي العلوي موجة معدلة اتساعيا وفيها معلومات، والنطاق الجانبي السفلي برضو موجة معدلة اتساعيا وفيها برضو نفس المعلومات، طب ارسلها مرتين ليه؟ ما انا كفاية ارسل واحدة بس، يا اما ارسل المركبة الجانبية العليا يا اما ارسل الايه؟ المركبة الجانبية السفلى. تعالوا نبص على الشاشة ونشوف مع بعض كده. عندي دايرة توليد الموجة المعدلة اتساعيا بالنظام دي اس بي، زي ما قلنا دايرة المعدل السعوي هي عبارة عن دائرة غير خطية لها داخلين، احدهما مخصص لإشارة المعلومات اللي هي الموجة المحمولة، والداخل الاخر مخصص للموجة الحاملة. وخارج الدائرة بنحصل منه على الموجة المعدلة سعويا
أو اتساعية، حيث تتكون من ثلاثة مركبات. يبقى الموجة الناتجة أو الإشارة الناتجة من دايرة التعديل هتتكون من ثلاث مركبات. مين هم بقى الثلاث مركبات دول؟ أول حاجة زي ما احنا شايفين كده في الشكل اللي قدامي، بيوضح لي إيه؟ آدي في النص هنا دي الموجة الإيه؟ الحاملة، يعني ده رسم يعتبر زي الرسم البياني كده، بيوضح لي إيه؟ الثلاث إشارات ده علاقة ما بين التردد زي ما احنا شايفين، المحور الأفقي ده اللي هو الإف اللي هو التردد، والمحور الرأسي ده اللي هو الإيه؟ الفي يعني الجهد. طيب عندي بقى هنا موجة هتخرج ترددها اف سي اللي هي مين؟ الموجة الحاملة، واتساعها هنسميه اي سي. زي ما انتوا واخدين بالكم بقى، الموجة الحاملة هنا شايفين السهم اللي احنا راسمينه هنا اللي بيعبر عن الموجة الحاملة، راسمينه كبير ازاي؟ يعني معنى كده ايه؟ ان معظم طاقة الارسال هتكون متركزة هنا فين؟ في الموجة الحاملة دي. طيب عندي بقى في مركبة جانبية عليا اللي هي ترددها اف سي زائد اف ام، يعني ترددها يساوي ايه؟ تردد الموجة الحاملة زائد تردد الموجة المحمولة. زي ما لسه قايل ان الموجة الحاملة لو عندي ترددها 100 كيلو هرتز والموجة المحمولة ترددها 5 كيلو هرتز، يبقى المركبة الجانبية العليا دي ما هي موجة معدلة اتساعيا، ترددها هيبقى كام؟ 100 زائد الخمسة، يعني 105 كيلو هرتز. طيب اتساعها جهدها يعني بيساوي ايه؟ ام في اي سي على 2. طيب الام دي يعني ايه؟ يعني معامل التشكيل، وده يمكن اتكلمنا عنه في الحلقة اللي فاتت. معامل التشكيل كنا بنقول هو معامل لقياس مدى التغير اللي بيحدث في اتساع الموجة المعدلة اتساعية. وطيب الام ده بيبقى عبارة عن ايه؟ نسبة مئوية، بيعبر عن نسبة التشكيل الاتساعي. الاي سي معناها ايه؟ اتساع الموجة الحاملة على 2، فناخد بالنا كده، يبقى معنى كده ان اتساع الموجة المركبة الجانبية العليا هنا هيبقى ايه؟ مقسوم على 2، فهنلاقي ايه؟ بتصغر، فهنا زي ما احنا شايفين جهدها ايه؟ قليل شوية. طيب المركبة الثالثة بقى هناك اللي على الشمال دي، طبعا ترددها اف سي ناقص اف ام، يعني تردد الموجة الحاملة ناقص تردد الموجة المحمولة اللي هي اف سي زي ما قلنا في المثال ترددها 100 كيلو هرتز، والموجة المحمولة ترددها 5، يبقى 100 ناقص الخمس يبقى ترددها كام؟ 95 كيلو هرتز. ناخد بالنا ان ترددها مش قليل، هو ترددها عالي برضو، ولكن اقل منين؟ من تردد الموجة الحاملة بمقدار تردد الموجة المحمولة. طيب اتساعها برضو ام اي سي على 2، يعني معنى كده ان المركبة الجانبية السفلى ها تعتبر صورة من المركبة الجانبية العليا، الاتنين زي بعض، ولكن طبعا المركبة الجانبية العليا ترددها بيكون اعلى شوية من الموجة الحاملة، المركبة الجانبية السفلى ترددها بيكون اقل شوية من الموجة الايه؟ الحاملة، لكن الاشارتين معدلين اتساعيا وفيهم نفس المعلومات. يبقى انا لو ارسلت الثلاث اشارات اللي خرجوا من دايرة التعديل دول، طبعا زي ما قلت مش هستفيد حاجة، ده بالعكس هيبقى فيه عيوب كتير. اول حاجة زي ما قلنا ان هيبقى فيه قدرة مفقودة عالية بتتركز في الموجة الحاملة، زي ما احنا شايفين كده الموجة الحاملة هنا جهدها ايه؟ كبير، وهي لا تحتوي على معلومات، يبقى انا لما ارسلها لوحدها كده موجة فاضية، استفدت ايه؟ ولا حاجة. طيب المركبات بقى الجانبية العليا والسفلى، طب ما هم الاتنين زي بعض، ارسل الاتنين ليه؟ ما انا لو ارسلت الاتنين يبقى معنى كده عرض النطاق الترددي للمحطة الواحدة هيكون كبير، وبالتالي ده يؤدي إلى إيه بقى؟ قلة عدد المحطات اللي هقدر أرسلها. طيب تعالوا بقى نبص كده مع بعض ونشوف المركبة الأولى، زي ما قلنا نهايتها يعني اتساعها هنسميه اي سي وترددها اف سي، وتمثل مركبة الموجة الحاملة. طيب المركبة الثانية نهايتها يعني اتساعها ام اي سي على 2، وترددها اف سي ناقص اف ام، يعني اقل من تردد الموجه الحامله بمقدار تردد الموجه المحموله، وتسمى بالمركبه الجانبيه السفلى اللي هي ال اس بي. المركبه الثالثه نهايتها يعني اتساعها ام اي سي على 2 وترددها اف سي زائد اف ام،
يعني أعلى من تردد الموجة الحاملة بمقدار تردد الموجة المحمولة، وتسمى بالمركبة الجانبية العليا اللي هي يو اس بي. طيب زي ما قلت بقى، أنا لو أرسلت الثلاث موجات طبعا هيبقى فيه عيوب كتير، وهنبدأ إن إحنا نتغلب على العيوب دي. وإحنا بنتكلم قلنا إن في رمز كان اسمه إم، اللي هو بيعبر عن معامل التشكيل. يعني إيه معامل التشكيل الاتساعي بقى؟ بنقول هو معامل لقياس مدى التغير الذي يحدث في سعة الموجة المعدلة سعويا، إيه إم، أثناء عملية التعديل. يبقى هو معامل يعني رقم لقياس مدى التغير الذي يحدث في سعة الموجة المعدلة أثناء عملية التعديل، وهو النسبة المئوية بين اتساع الموجة المحمولة واتساع الموجة الحاملة. ويرمز لعمق التشكيل أو عمق التعديل بالرمز M، ويعبر عنه رياضيا بالعلاقة ها اللي هي قدامنا دلوقتي، الـ M بتساوي AM على AC في 100%. يعني معناها إيه؟ معناها اتساع الموجة المحمولة على اتساع الموجة الحاملة في 100. يعني طيب نشوف مثال كده مع بعض. لو قلنا مثلا ان الموجة المحمولة جهدها 20 فولت، والموجة الحاملة جهدها 100 فولت، يبقى نقدر نعرف هنا نسبة التعديل هتطلع كام في المية؟ بالنسبة للقانون اللي احنا لسه قايلينه، قلنا معامل التشكيل بيساوي اي ام على اي سي في 100%. طب ما هي الاي ام بتعبر عن ايه؟ جهد او اتساع الموجه المحموله. فلو قلنا 20 على اتساع الموجه الحامل 100، يبقى 20 على 100 في 100%. طبعا هنختصر هيطلع لي الناتج كام؟ 20%. يبقى معنى كده ان نسبه التشكيل هنا طلعت كام؟ 20%. معناها ايه بقى؟ عشان برضو نبقى فاهمين ان التغير في اتساع الموجه المعدله، مش الموجه الحامله كان اتساعها ثابت؟ طيب بعد التعديل الاتساع بتاعها بيزيد وبيقل، يزيد ويقل. طب هيزيد ويقل يعني هيتغير بقيمه كبيره ولا بقيمه صغيره؟ يبقى اللي بيحدد ده مين؟ معامل التشكيل اللي هو النسبه بين اتساع الموجه المحموله واتساع الموجه الحامله. يعني لو الموجه المحموله جهدها كان صغير، فبالتالي نسبه التشكيل هنا هتطلع ايه؟ هتطلع صغيره. يعني مثلا على حسب المثال اللي احنا لسه قايلينه دلوقتي، لو الموجه المحموله بدل ما اتساعها كان 20 هنقول 10. طب تعالى نقسم كده، هنقول بقى معامل التشكيل في الحاله دي هيبقى ايه؟ 10 على 100 في 100. طب هتطلع كام؟ 10%. يبقى نسبه التشكيل هنا ايه؟ قلت. يعني معنى كده ان الاتساع بتاع الموجه المعدله هيزيد ويقل، يزيد ويقل، بس بنسبه ايه؟ صغيره. لو الموجه المحموله اتساعها اكبر، لو قلنا مثلا 50 فولت، والموجه الحامله كان اتساعها 100 فولت، فالاشاره اللي هتطلع المعدله هيبقى نسبه التشكيل بتاعتها هتبقى 50 على 100 في 100%. يبقى هتطلع نسبه التشكيل هنا كام؟ 50%. خد بالك ان نسبه التشكيل هنا زادت، يعني معنى كده ان اتساع الموجه المعدله هيزيد قوي ويقل قوي، يزيد قوي ويقل قوي. طب هو الافضل ايه؟ ان نسبه التشكيل تكون كبيره ولا تكون صغيره؟ طبعا لما تكون نسبه التشكيل كبيره يكون افضل. ليه؟ لان التغير في اتساع الموجه المعدله هو اللي بيعبر عن اشاره المعلومات. فلما تكون نسبه التعديل كبيره يبقى معناه ان التغير في اتساع الموجه المعدله، يعني اتساعها بيزيد قوي بيقل قوي، ده بيعبر عن جهد الايه؟ اشاره المعلومات. فيعني إشارة المعلومات هنا هتكون إيه؟ قوية، وبالتالي هقدر أرسلها لمسافات بعيدة ومش هتتأثر قوي بالشوشرة. تعالوا نرجع تاني كده. يبقى إحنا عرفنا يعني إيه معامل التشكيل الاتساعي، وعرفنا العلاقة الرياضية طبعا اللي بتعبر عن معامل التشكيل، الـ M يعني معامل التشكيل يساوي AM على AC في 100%، حيث AM بتمثل اتساع الموجة المحمولة، و AC بتمثل اتساع الموجة الحاملة. والشكل اللي قدامي ده هو بيوضح معامل التعديل الاتساعي. يعني الإشارة المعدلة اتساعيا قدامي اهو، طبعا موجة معدلة اتساعيا، الموجة الحاملة طبعا هي اللي في النص دي زي ما احنا شايفين،
الاتساع بتاعها بيحصل له ايه؟ هنا بيزيد وبعدين في النص هنا ايه؟ بيقل وبعدين بيرجع يزيد تاني. طيب لما الاتساع هنا بيزيد ناخد بالنا الجهد هنا او الاتساع الفي ماكس بيساوي ايه؟ اي سي زائد اي ام. اي سي زائد اي ام يعني اتساع الموجه الحامله زائد اتساع الموجه المحموله، علشان كده هنا الاتساع ايه؟ بيزيد. طيب تعالى بقى هنا في النص كده الاتساع الصغير ها بيساوي ايه؟ الفي ماين يساوي اي سي ناقص اي ام، يعني بنطرح اتساع الموجه الحامله ناقص اتساع الموجه المحموله، علشان كده الاتساع هنا ايه؟ بيقل. طيب في الشكل ده طبعا دي موجه معدله اتساعيا، ويمكن زي ما قلنا يعني ايه نتعلم نرسمها كويس، عشان برضو في السؤال دوت بيتكرر كتير يقول لك عرف معامل التشكيل ثم ارسم شكل موجي يوضح معامل التعديل الاتساعي. طيب نسبة التشكيل ممكن تبقى 100%؟ اه طبعا ممكن تبقى 100%. امتى؟ عندما يتساوى اي ام واي سي، يعني لما يكون اتساع الموجة المحمولة يساوي اتساع الموجة الحاملة فنسبة التعديل هتطلع كام؟ هتطلع 100%. ليه؟ طب لو احنا قلنا مثلا في زي المثال اللي احنا كنا لسه بنتكلم عنه، لو قلنا نسبة التشكيل لو الموجة المحمولة لو زودنا جهدها وخليناها 100 فولت والموجة الحاملة جهدها كان 100 فولت، تعالى بقى هات كده نسبة التشكيل اقسم 100 على 100 في 100%، طبعا ال 100 تروح مع ال 100 يبقى الناتج هيطلع كام؟ 100%. يبقى دلوقتي نسبة التشكيل الاتساعي تطلع 100% امتى؟ عندما اي ام يعني اتساع الموجة المحمولة يساوي اي سي اللي هو اتساع الموجة الحاملة. طيب الموجة المعدلة في الحالة دي شكلها هيبقى ايه؟ تعالوا نشوفها مع بعض كده هنلاحظ ايه؟ ادي الاتساع بتاع الموجة المعدلة الفي ماكس يعني الاتساع الأكبر بتاعها هنلاحظ انه بيزيد قوي ويساوي ايه؟ 2 اي سي يعني ضعف اتساع الموجة الحاملة. ليه؟ مش احنا قلنا ان اتساع الموجة المحمولة بيساوي اتساع الموجة الحاملة؟ وهنا بنجمع، طب انا لما اجمعهم ما هم الاثنين متساويين، يبقى الاتساع هنا هيساوي ايه؟ ضعف اتساع الموجة الحاملة. طب تعال نشوف بقى الاتساع الصغير ده بقى بيساوي ايه؟ الفي ماين هنا يساوي صفر. ليه يساوي صفر؟ عشان لما نيجي نطرح احنا قلنا دلوقتي في الاتساع الصغير بنطرح اتساع الموجة الحاملة ناقص اتساع الموجة المحمولة، طب ما هم الاثنين متساويين، اي ام بتساوي اي سي لما اطرحهم من بعض يبقى الناتج صفر، يبقى هنا الاتساع الصغير يكون بكام؟ بصفر. والشكل ده طبعا بيوضح لي ايه؟ معامل التشكيل لما يكون 100%. والسؤال ده برضو بيتكرر في الامتحانات مهم، يقول لي عرف معامل التشكيل الاتساعي ثم ارسم شكل موجي يوضح معامل التشكيل 100%. طبعا 100% يبقى انت هترسم موجه معدله اتساعيا زي ما احنا شايفين، ولكن طبعا هنخلي الاتساع الصغير بتاعها هنا ايه؟ صفر. طيب احنا دلوقتي قلنا التعديل الاتساعي وعرفنا ان الموجه المعدله هتتكون من ثلاث مركبات، وزي ما قلت ان انا لو ارسلت الثلاث مركبات دول فخسرت كتير، لان تاني زي ما قلنا هيبقى في عندي موجه حامله والموجه الحامله ديت لا تحتوي على معلومات وبيتركز فيها معظم طاقه الارسال، لما ارسلها يبقى في قدره مفقوده كبير، برسل نطاقين كمان نطاق علوي ونطاق ايه سفلي يبقى عرض النطاق الترددي كبير. طب تعالوا بقى نحل العيوب دي، هنحلها ازاي؟ يبقى في عندي نظم للارسال تانية هتكون افضل، اول حاجه فيها هيبقى نظام تعديل الاتساع ذو نطاقين بدون حامل، يعني بدون الموجه الحامله. يعني ايه؟ يعني الموجه الحامله انا مش هرسلها، يبقى الاشارات اللي خرجت من دايره التعديل هوصلها لدايره مرشح فلتر، والمرشح دوت يمنع تردد الموجه الحامله ويرسل بس مين؟ المركبات الجانبيه العليا والسفلى. يبقى انا هنا كده في الحاله ديت قدرت اعمل ايه؟ ان انا اوفر في طاقة الارسال. ليه؟ لان طاقة الارسال كلها هتكون محتواها في المركبات الجانبية اللي هي فيها معلومات، يبقى هنا كده انا وفرت شوية في طاقة الايه؟ الارسال، يبقى النظام ده هيكون افضل من النظام اللي قبله.
ولكن ما زال في عيب، هو ايه؟ كبر عرض النطاق الترددي. طالما ان انا برسل نطاقين، نطاق علوي ونطاق ايه؟ سفلي، يبقى معنى كده عرض النطاق الترددي للمحطة الواحدة هيكون كبير، وده يؤدي إلى إيه؟ قلة عدد المحطات المرسلة. علشان كده برضه هنتغلب على العيب دوت في النظام اللي بعده. تعالوا بقى نرجع تاني ونشوف نظام تعديل النطاقين بدون الموجة الحاملة. بيمكن التخلص من مركبة الموجة الحاملة نظراً لاحتوائها على معظم طاقة الإرسال دون أن تحتوي على أي معلومات. يبقى موجة حاملة طاقة الإرسال بتاعتها، الطاقة الكهربية كبيرة وهي ما فيهاش معلومات، يبقى أنا مش هستفيد منها في حاجة. علشان كده بيتم إرسال المركبات الجانبية العليا والسفلى التي تشتمل على جميع المعلومات المطلوبة. يبقى أنا هتخلص من الموجة الحاملة، مش هرسلها، ولكن هرسل المركبات الجانبية العليا والسفلى. الطيف الترددي وتوزيع القدرة لنظام تعديل النطاقين بدون الموجة الحاملة. زي ما احنا شايفين بقى كده، انا عندي هنا اشارة المعلومات اللي هي الاف ام اللي انا عايز اعدلها او عايز ارسلها. طبعا النطاق الترددي بتاعها ايه؟ صغير وترددها منخفض. بعد عملية التعديل ايه اللي بيحصل بقى؟ طبعا بيبقى في عندي موجة حاملة المفروض ترددها اف سي، ترددها عالي، هيخرج لي نطاقين، نطاق جانبي علوي ونطاق جانبي سفلي زي ما احنا اتفقنا. طيب انا هنا بقى هرسل مين؟ هرسلهم كلهم؟ لا، الموجة الحاملة هنتخلص منها. طبعا الموجة الحاملة بدل ما كانت كنا بنرسم سهم كبير كده، لا هنلغيه خالص، يبقى هنا مفيش موجة حاملة، ولكن هرسل المركبات الجانبية العليا والسفلى. طيب تعالوا بقى نشوف كده طاقة الإرسال. البي يو اس بي يعني ايه؟ البي يعني القدرة، واليو اس بي يعني المركبة الجانبية العليا. يبقى القدرة أو طاقة الإرسال هنا الطاقة الكهربية يعني للمركبة الجانبية العليا هتساوي ايه؟ ام تربيع في بي سي على 4. نحفظ القانون ده، نحفظ القانون ده خلاص، علشان طبعا مهم وعليه مساله. ام تربيع في بي سي على 4. طيب المركبه الجانبيه السفلى زيها بالظبط، البي ال اس بي يعني القدره الكهربيه لمين؟ للمركبه الجانبيه السفلى، ام تربيع في بي سي على 4. طب الطاقة الإرسال كلها بقى اللي أنا هرسلها هتبقى الاتنين زائد بعض، دي زائد دي، يبقى إم تربيع في بي سي على 4 زائد إم تربيع في بي سي على 4، يبقى الناتج يطلع إيه؟ ها؟ إم تربيع في بي سي على الاتنين، لأن زي ما إحنا شايفين كده دي على 4 يعني ربع، ودي على 4 يعني ربع، ربع زائد ربع يبقى إيه؟ نص. يبقى كده طاقة الإرسال كلها هتساوي بي ال اس بي زائد البي يو اس بي بتساوي إم تربيع في بي سي على 2. في مثال طبعا، مسألة ومهمة تتكرر في الامتحانات، بيقول لي إذا كان لدينا جهاز إرسال طاقة موجته الحاملة تساوي 200 واط، البي سي 200 واط، ويستخدم هذا الجهاز في إرسال نطاقين بدون حامل، وكان معامل التعديل الام بتساوي 1، فأوجد أول حاجة طاقة الإرسال التي تحملها إحدى المركبتين. طيب يعني عايز طاقة الإرسال للمركبة الواحدة العليا أو السفلى، وتاني حاجة طاقة الإرسال الكلية للنطاقين بدون حامل. تعالوا نحل مع بعض كده. أول حاجة طبعا بيقول لي إيه؟ البي ال اس بي بتساوي البي يو اس بي، يعني قدرة النطاق السفلي بتساوي قدرة النطاق العلوي اللي هي بتساوي ام تربيع في بي سي على 4. يعني نعوض بقى في القانون، هقول له كده البي ال اس بي بتساوي البي يو اس بي بتساوي ام تربيع في بي سي على 4. طب ما هي الام اللي هو معامل التشكيل، هو قال لي في المساله انها بتساوي 1، و1 اس 2 ب1، طيب على 4، والبي سي الدهاني بكام؟ اللي هي قدره الموجه الحامله 200 واط، يبقى هقول كده 1 على 4 في 200 تطلع 50 واط. يبقى كده النطاق الواحد سواء العلوي او السفلي طاقه الارسال بتاعته كام؟ 50 واط. طيب رقم 2 بقى قال لي احسب طاقة الإرسال الكلية، واحنا زي ما قلنا ان انا برسل نطاقين، واحد علوي واحد ايه؟ سفلي. يبقى البي توتال هتساوي ايه؟ البي ال اس بي زائد البي يو اس بي، يعني هتساوي 50 زائد 50 هتساوي 100 وات. يعني معنى كده ان طاقة الإرسال كلها
خلاص اللي انا هرسلها هتساوي ايه؟ ضعف طاقة الارسال للنطاق الواحد او النطاق الايه؟ المفرط. طيب النظام دوت بكده النظام دوت احنا قدرنا نتخلص من احد العيوب اللي كانت موجوده، ان انا وفرت في طاقه الارسال شويه لان اتخلصت من الموجه الحامله اللي ما فيهاش معلومات، وارسلت المركبات الجانبيه العليا والسفلى اللي هي بتحتوي على ايه؟ المعلومات. ولكن ما زال موجود في عيب، والعيب زي ما انا لسه قايل اللي هو ايه؟ كبر عرض النطاق الترددي. طيب نبص على المميزات بتاعته والعيوب بسرعه كده. يبقى عندي المميزات، هو ميزه واحده يمتاز بالاقتصاد في القدره المرسله، حيث ان كامل القدره المرسله تقع ضمن المركبات الجانبيه التي تحتوي على المعلومات المطلوب ارسالها. يعني الاشارات اللي انا برسلها العليا والسفلى هي اللي فيها المعلومات. طب العيب كبر عرض النطاق الترددي اللي هو يساوي 2 اف ام، يعني ضعف النطاق الترددي بتاع الموجه المحمول، وبالتالي كل عدد المحطات المرسله في الحيز الترددي المحدد. وعشان العيب دوت مازال موجود اللي هو كبر عرض النطاق الترددي، هنتغلب عنه بعد كده في ان احنا هنرسل نطاق واحد بس، نطاق مفرد، علشان نتغلب على العيب ده. يبقى اتخلص من القدره الكهربيه المفقوده واصغر عرض النطاق الترددي. وان شاء الله في الحلقه اللي جايه نبقى نكمل مع بعض ارسال النطاق الجانبي المفرد. احنا كده وصلنا لنهاية الحلقة النهاردة، يا رب تكونوا استفدتوا معانا، اشوفكم على خير ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.